مشاهدين أهلا بكم وهذه الحلقة من مؤشر نيلة، حيث نتابع ونحلل أداء البورصة المصرية. اليوم الثلاثاء سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعا في الأداء. أسباب هذا الارتفاع وتحليل الأداء بالتفصيل سيكون بالطبع مع ضيف الحلقة، لكن اسمحوا لي في البداية أستعرض مع حضراتكم بالأرقام أداء البورصة اليوم. اليوم أنهى مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 التعاملات على ارتفاع بنسبة 49%، مسجلا حوالي 13,529 نقطة. وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 67%، يسجل نحو 526.58 نقطة. وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 52%، مسجلا نحو 1376.2 نقطة. وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر EGX30 كابدا الجديد محدد الأوزان النسبية بنسبة 42%، منهيا التعاملات عند مستوى 16,028.93 نقطة. ونتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق. تصدر القائمة قطاع البنوك، كان هو الأنشط بنسبة 37.67%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 15.73%، جاء ثالثا قطاع الخدمات المالية بنسبة 11.47%، وجاء رابعا قطاع رعاية صحية وأدوية بنسبة 9.28%. وبالنسبة لفئات المتعاملين من داخل السوق، اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء، استحوذوا على نسبة 76.76%، واتجه المستثمرون العرب نحو الشراء أيضا واستحوذوا على نسبة 2.14%، واتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع واستحوذوا على نسبة 21.1% من تعاملات السوق. وما زلنا مع فئات المتعاملين من داخل السوق، حيث مال المستثمرون الأفراد نحو الشراء حصلوا على نسبة 19.61%، واتجهت المؤسسات نحو البيع واستحوذت على نسبة 80.38%. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدرها سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 9.86%، ثم سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 70.30%، ثم سهم الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 6.83%، حل رابعا سهم سبأ الدولية للأدوية بنسبة 6.73%. أما الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرها سهم التوفيق للتأجير التمويلي بنسبة 4.44%، تلاه سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 3.15%، حل ثالثا سهم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنسبة 1.82%، جاء رابعا سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 1.40%. هذا وقد سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المسجلة بالبورصة مستوى 694.7 مليار جنيه بمكاسب قدرها 1.9 مليار جنيه، وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق أكثر من 1.2 مليون جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل للملكية. التفاصيل بالطبع ستكون في التقرير، لكن في البداية اسمحوا لي أرحب بضيف الحلقة خبير أسواق المال الدكتور ياسر عمار. اهلا بك يا دكتور ياسر. اهلا يا فندم، اسمح لنا نشاهد التقرير ثم نعود لبدء الحوار مع حضرتك. مشاهدينا الى التقرير. للمرة الأولى هذا الأسبوع تحولت حركة مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي في دلالة على ارتفاع أغلب أسهمها في نهاية تعاملات الثلاثاء. البورصة تلقت دعما من عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين أفرادا ومؤسسات فضلا عن الأفراد العرب. قابلتها عمليات بيع أضعف للمستثمرين الأجانب أفرادا ومؤسسات فضلا عن المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.9 مليار جنيه، ليصل إلى 694.747 مليون جنيه،
بعد تداولات كلية بلغت أكثر من 1.2 مليار جنيه. تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل للملكية بقيمة اقتربت من 680 مليون جنيه. مؤشر البورصة الرئيسي إيجيك 30 صعد بنسبة 49%، منهيا 4 أيام من الخسائر ليصعد فوق مستوى 13500 نقطة. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 67%، وشملت الارتفاعات مؤشر إيجيك 100 الأوسع نطاقا بنسبة 52%. التداولات شملت 164 سهما لشركات مقيدة في البورصة، ارتفع 97 سهما منها وانخفض 25 سهما واستقر 42 سهما عند أسعار إغلاقاتهم السابقة. اهلا بحضراتكم مره اخرى، واهلا مره اخرى بضيف الحلقه خبير اسواق المال الدكتور ياسر عماره. دكتور ياسر، يعني لم يكن هناك مبررا للانخفاض وبالتالي لم يكن هناك مبررا لارتفاع اليوم، هكذا وصف يعني احد المحللين اداء البورصه، تعليق حضرتك ايه؟ اولا لا، كان في مبررات كثيره للانخفاض في الحقيقه، طبعا على الرغم من وجود المحفزات الكثيره اللي ظهرت على السوق، لكن المبرر الواضح للانخفاض هو عدم وجود السيوله. السيوله ده بيخليني اسال لماذا السيوله ضعيفه؟ نعم. السيوله طبعا هي يعني الدم في جسم الانسان هي السيوله في البورصه، فبالتالي احنا لو لاحظنا هنلاقي حجم التداول خلال الفتره اللي فاتت تحديد، لو لاحظنا خلال 5 أسابيع بالتحديد اللي هو كان حصل فيها شبه انخفاض على مستواهم باستثناء بعض الجلسات اللي كان فيها بعض الارتفاع الطفيف، هنلاقي ان كان السبب الرئيسي هو انخفاض السيوله، وكان وصلت في بعض الاحيان ل 300 مليون فقط، والنهارده احنا بنتكلم في 700 مليون مع ارتفاع تقريبا، فكان المتوسط حوالي 400 مليون جنيه، وده غير معبر تماما عن الوضع سواء الاقتصادي، واصبحت طبعا البورصه مرآة الاقتصاد، دي مقوله مشكوك فيها جدا. بدليل ان المؤشرات الاقتصاديه كلها صحيح. بلا استثناء مع تحسن مركز مصر كمان في المؤشرات العالميه لقياس الاعمال، كل الامور دي بتؤكد ان الاقتصاد المصري ماشي في اتجاه صعودي. الا ان البورصه لا تعبر عن هذا الموضوع. عده اسباب في الحقيقه، كان يعني خلال الاسابيع اللي فاتت كان في طرح، اكبر طرح على مستوى العالم هو شركه ارامكو السعوديه، وجمع اكثر من 25 مليار و600 مليون دولار. ده طبعا اثر اكيد على البورصه المصريه عندنا هنا، لان في بعض المستثمرين العرب خصوصا السعوديين كان بيسيل بعض المحافظ عشان يقدر يكتتب، دي نمره واحد. نمرة اتنين، وده في رأيي يعني ان كان عامل مهم وان كان حجم التعامل عليه مش بالشكل اللي يأثر، وهو بدء التعامل على آلية الشورت سيلينج او البيع المكشوف. كانت احد اسباب الانخفاض في الفترة السابقة. فكرة البيع المكشوف باختصار ان انا ممكن احقق جينز او ارباح من خلال انخفاض البورصة، كويس، يعني عكس فكرة المارجن ان انا احقق مكاسب من ارتفاع البورصة، ده العكس تماما. وان كان زي ما قلت لحضرتك يعني حجم التعامل على هذه الآلية مش بالدرجة اللي يأثر على حجم السوق، يعني كنت لسه على وشك السؤال. الحالة النفسية بصفة عامة، الارتباك اللي موجود من تطبيق هذه الآلية، وده يعني ده رأيي الشخصي طبعا، اني ادى الى اني بانتظار ماذا سوف يحدث في حالة تطبيق هذه الآلية اللي هي الشورت سيلينج لأول مرة طبعا. نمرة حاجة مهمة جدا كاستكمالا للموضوع ده، من انخفاض السيولة واحجام بعض المستثمرين عن التداول، هو ان ما زال ضريبة الدمغة والرسوم اللي بيتم اضافتها على التداول اليومي بتسبب مشكلة، وخصوصا بالنسبة للمحافظ المالية الكبيرة والافراد على مستوى المضاربة. اعتقد الثلاث اسباب دول كان سبب رئيسي من ان حجم التداول يبقى قليل، حجم السيولة قليل، انتظارا بقى يا فندم اجابة على سؤال حضرتك، انتظارا لدخول بضاعة جديدة. طيب خليني اسأل هنا، ما اسباب ارتفاع اليوم على الرغم من وجود جميع هذه الاسباب السابقه اللي حضرتك تحدثت عنها؟ نعم يا فندم، احنا قلنا ان خلال الأسابيع اللي فاتوا كان في شبه انخفاض، ويمكن الاربع جلسات اللي فاتت كان انخفاض برضه، النهارده ليه السوق طلع
طلع ارتفاع بسيط هو نص في المية. اولا تم الاعلان النهارده رسمي عن ان شاء الله في اول 2020 يعني الربع الاول يعني خلال شهور هيتم طرح باذن الله اول شركتين في برنامج الطروحات الخصخصه او الحكوميه اللي كانت اعلنت عنها في 23 شركه. هم في الحقيقه شركتين منهم بنك وده اللي ادى لارتفاع النهارده البنوك. هتلاقي ان معظم التداول كان على قطاع البنوك واخد اكبر شريحه 20% تقريبا وكان يعني وخلينا نقول انها كانت متمثله معظمها 198 مليون منهم من ال 200 مليون اللي تم على سهم واحد اللي هو صاحب اكبر وزن نسبي. تم الاعلان عن طرح من 30 ل 40% من بنك القاهره وتقريبا شبه ان هو تم الترتيبات النهائيه. ثم تم برضو الاعلان عن طرح شركه في مجال التكنولوجيا الماليه وهو ده المجال طبعا البوتنشال واللي دايما معظم الحديث عنه دلوقتي ان ده الاتجاه الحالي اسمها شركه اي فاينانس. يعني ده السبب الرئيسي الارتفاع اليوم ده اللي هو بقى ابتدى يدي تفاؤل وامل بان برنامج الطروحات فعلا هيتم اللي هو متاجل بقى له اكتر من سنه وشويه اهو من 2018. نمره 2 تم التخصيص خلاص والاكتتاب وقفل باب الاكتتاب في شركه ارامكو السعوديه. فبالتالي تم رد فرق التخصيص للمكتتبين فمن المفترض ان تحويل مسار التدفقات النقديه الى السوق المصريه مره اخرى. من ثلاثة والأهم بقى أن كل التوقعات بتشير يا فندم إلى أن البنك المركزي سوف يقوم بتخفيض آخر في الفائدة. طيب خليني أقول لك أن التخفيض الأخير للفائدة من قبل البنك المركزي لم يكن له تأثير إيجابي أو التأثير اللي كنا متوقعينه في تنشيط البورصة. صحيح. يعني لماذا توقع أن التخفيض الجديد سوف يكون له يعني تأثير صحيح. مختلف؟ صحيح. إحنا عندنا مقولة مشهورة جدا، حسن السوق ولا حسن البضاعة. السوق بصفة عامة عشان يستوعب او يستجيب لانخفاض سعر الفايده فلازم يكون في البضاعه او زي ما قلت حضرتك كده الاسهم الجيده اللي يستطيع ان يحول مسار ادخاره من البنك الى البورصه. للاسف دي مش موجوده. معظم الشركات كلها تقريبا احنا عندنا كل الشركات المقيده حوالي 230 شركه. منهم المتداول النشط 150 شركه تقريبا. منهم من وسط ال 150 شركه حوالي 30 40 شركه اللي هم اي جي اكس 30 معظمهم بنتداول عليه. فبالتالي اصبح دلوقتي المستثمر الصغير اللي هو بيتعامل على اي جي اكس 70 بالتحديد بيتحمل مخاطر عاليه جدا نتيجه ان هو قرارات الشراء والبيع ما بتتخذش بناء على قرارات مدروسه بدرجه 100%. فبالتالي هو بيتعرض لمخاطر فبيفضل ان هو ينتظر الى ان تنتهي هذه الزوبعه. الاهم ان دايما احنا في شهر 12 بس هو بدا شويه ومع بدايه يناير يعني حتى في الاجانب بيسموها جينيري افكت تاثير يناير هي ابتدينا شويه المفروض يعني من بعد 2012 واعياد الكريسماس و الموضوع ده كله بيحصل عمليه هدوء شويه في التداول في البورصه. انما احنا ابتدينا شويه نتيجه العوامل اللي قلت لحضرتك يعني. النهارده طلع نتيجه زي ما قلت لحضرتك تم الاعلان فعلا ورسمي عن طرح الشركتين. نمره 2 ظهر برضو النهارده واعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم وإن كان ارتفع عن الشهر اللي فات ولكن هو ما زال في الحدود الأمنة جدا 3.6%. الشهر اللي فات كان 2.7%. وإن كان آخر السنة بيتوقع إن هو يبقى 6% نتيجة سنة الأساس لأن إحنا بنعمل مقارنات بين السنة الأساس والسنة دي لما بنيجي نحسب الفرق. فكان طبعا أيام التعويم لسه ما زلنا حتى الآن هذه التأثيرات أو الفجوات بتتقفل. هنتكلم يعني في رينج 6% 6.5% وده مستهدف البنك المركزي. يعني حضرتك شايف إن يعني الوتيرة اللي بتمشي بيها البورصة حاليا هي طبيعية في ظل هذه الفترة من العام. وزاد عليها شويه تاثير انخفاض السيوله لان زي ما قلت لحضرتك كده انتظارا للبضاعه الجديده. ممكن نقول حاجه ان كان في اكتتاب لسه مؤخر وده برضو يعني ده يعني حاجه غريبه علامه استفهام. كتاب شركه راميدا اللي هي شركه العاشر من رمضان الادويه. هذا الاكتتاب تم تغطيته 36 مره كاكتتاب طرح عام وان كان العدد الاسهم اللي كان مطروح 18 مليون سهم الى حد ما قليل بس كونه يتغطى 36 مره مع قيمة عادلة 4 جنيه و66 قرش في حين القيمة الإسمية 25 قرش أتصور إن ده بيدي مؤشر على
الارتفاع اللي حصل النهارده شويه، لان النهارده كان تم الاعلان عن الموضوع نعم. دوت، وبكره ان شاء الله المفروض اول تداول على السهم ان شاء الله. في شهيه موجوده بس انتظار للبضاعه الجيده زي ما قلت. طيب خلينا برضو نتكلم على مؤشرات البورصه، المؤشرين الرئيسيين بصوره اكثر تفصيلا. نعم. المؤشر الثلاثيني ارتفع بنسبه 49%، والمؤشر الاخر السبعيني صعد بنسبه 67%، كيف رايت وقيمت اداء هذين المؤشرين؟ المؤشر جي اكس 30 هنلاقي ان احنا في نقطه الدعم الاساسيه اللي هي يعني كان كله متخوف منها، اللي هي 13000 نقطه. امبارح قلنا 13442 نقطه، النهارده طلعنا فوق 13500 نقطه، 13509، ودي برضو يعني بتدي اطمئنانيه الى حد ما ان ممكن المؤشر يوصل لنقطه اول نقطه مقاومه ان شاء الله، اللي احنا جاب كبير شويه اللي هي 14000 نقطه، وده اعتقد ان هي سهل وقريب قوي خلال الفتره اللي جايه دي مع ظهور البوادر للرؤيه الكامله لبرنامج الخصخصه وبقيه طرح الشركات، مع الاخبار الجيده عن المؤشرات الاوليه لنتائج اعمال الشركات اللي المفروض هتقفل ميزانياتها اخر الشهر ده. نعم. اتصور ان النتائج هتظهر جيد. خلينا نقول برضو ان المبادره اللي عملها البنك، اللي اعلن عنها البنك المركزي واللي اكدها مجلس الوزراء، 150 مليار جنيه لدعم ثلاث قطاعات او ثلاث فئات مهمه جدا هتساعد على تحسن السوق الفتره اللي جايه، منها ال 100 مليار جنيه بالنسبه للديون المتعثره والمصانع المتعثره، 100 مليار جنيه ومبادره هائله جدا. صحيح. لانهاء مديونيه ازليه تقدر ب 35 او 34 مليار جنيه موجوده، ويعني فرصه هائله جدا طبعا ان معظم المتعثرين اللي مش قادر ان هو يفوق وياخد قروض ثانيه ان هو يسوي نفسه، لو دفع 50% من اصل المديونيه بعد رفع كل الفوائد المتاخره. على فكره ودي كانت مشكله بتسببها يعني تعطل لقطاعات انتاج كبيره جدا. احنا الناتج المحلي الاجمالي بتاعنا بنتوقع ارتفاع معدل النمو، هو دلوقتي 5.6%، بنتوقع ان ان شاء الله يوصل ل 6% ان شاء الله. ان شاء الله زي وزاره التخطيط، وزيره التخطيط اعلنت. ده مش هيتاتى الا لما احل مشاكل التعثر والتمويل اللي كان موجود في القوائم الماليه. اتصور ان الريفلكت ده هيبقى على نتائج اعمال معظم الشركات المقيده في البورصه بالتحديد، والشركات اللي هي اصلا كانت بتتداول. طيب خلينا برضو في عجاله دكتور ياسر ناخد توقعات البورصه غدا باذن الله والفتره المقبله القصيره ايضا ان شاء الله. ان شاء الله يعني واضح ان النهارده كان اول ارتفاع وارتفاع بسيط. صحيح. انا اتوقع ان خلال الفتره اللي جايه وعلى الاقل خالص الى نهايه الاسبوع صعود ايضا بس بنسب اعلى شويه. يعني توقع مواصله هذا الارتفاع. نعم نعم نعم، لان هو خارج من فتره انخفاض طويله فما تاكدش الاتجاه الهبوطي، بل بالعكس هو المفروض دلوقتي ان في مؤشرات على الاتجاه الصاعد. نعم. اعتقد ان هو هيتم ضخ جزء من السيوله، لان في حضرتك عارفه اخر السنه دايما سواء بالنسبه لصناديق الاستثمار او ادارات المحافظ او معظم الشركات اللي عامله في قطاع الخدمات الماليه بتقفل مراكزها عشان تقدر انها تحاسب عملائها على نعم. حسن الاداء. فاتصور ان هيكون في ارتفاع الفتره الجايه مع انخفاض وتيره الكونفيوجن اللي حصل من الشورت سيلينج في تطبيقه الاولي. نعم. طيب دكتور ياسر عبارة خبير أسواق المال كنت معنا في هذه الحلقة من مؤشر النيل، شكرا جزيلا لك. شكرا يا فندم. مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من مؤشر النيل، غدا بإذن الله حلقة جديدة وفريق عمل جديد، فإلى اللقاء.